أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، بدأت القبائل العربية تتجه إلى التمرد عندما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح ضعيفا ربما، واطمأنت إلى أن المغامرة يمكن أن تكون ناجحة، ولذلك سيخرج مجموعة من رؤساء القبائل بفكرة نبي جديد، أي يدعون النبوة. فادعاها مسيلمة الكذاب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وطليحة بن خويلد الأسدي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان منذ وقت مبكر، وادعاها الأسود العنسي في اليمن، ولاحقا ادعتها سجاح وكانت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء الثلاثة كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيضعون خططا استراتيجية للسيطرة على المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أبي بكر أن يواجه هذه السيناريوهات. وأريد أن أقول لكم أمرا، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ إجراءات قبل ذلك، قبل وفاته، مع مجموعة من هؤلاء، لكن الإجراء الذي يمكن أن يدرس عسكريا، أن يكون من ضمن الدراسات العسكرية، هو الذي اتخذه مع الأسود العنسي واسمه عبهل بن كعب، وكان في اليمن، في جنوب غرب اليمن، لأن صنعاء كان فيها حاكم مسلم اسمه باذان، وكان من قبل الفرس، أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وعينه النبي صلى الله عليه وسلم حاكما على صنعاء، لكنه توفي فعين النبي صلى الله عليه وسلم ابنه شهر، ولم يكن شهر بتلك الخبرة العسكرية، وابنة عمه أزاد التي تزوجها. فالأسود العنسي عندما ادعى النبوة قام بحركات من خلالها أقنع الجماهير أنه يمتلك قدرة خارقة ليست من عادات الناس، وكان له حمار دربه سابقا استعدادا لهذا اليوم على الركوع، كما شاهدتم في عندنا في مقاطع عمانية، البعض يقول لجمله اجلس وقف، تدريب، يمكن أن تدرب الحيوانات على هذا، وهو في علم السيرك معروف. فكان درب حماره على أن ينفذ أوامره، فجمع الناس وقال لهم يعني أنا أستطيع حتى الحيوانات أن أقول لها تركع لي، فقال لحماره اركع، فركع الحمار. فظن الناس أن المسألة يمكن أن تكون نبوة جديدة، خاصة وأنهم يعني لا يعرفون طرق النبوة إلا من خلال المعجزات. فآمن به ناس كثيرون، خلق كثير، واستطاع في ظرف مدة قصيرة، 25 يوما، أن يسيطر، أن يجمع 700 فارس، وأن يسيطر على نجران، ثم ذهب إلى صنعاء وأراد أن يحتلها، فخرج له شهر بقوة صغيرة، ولم تكن لديه خبرة عسكرية. ولذلك أتسون يقول لا يمكن أن تواجه عدوك إذا كان يفوقك عددا وقوة مواجهة مباشرة، إنما اتبع سبيل الخداع، وذكر مجموعة من الأساليب، فقال إن الحرب خدعة. وهذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لنعيم بن مسعود، خذل عنا فإن الحرب خدعة، بل إنه اليوم في استراتيجيات الحربية أن الحرب تقوم على الخدعة أصلا. وحسب سون تزو يرى أن المعركة الناجحة هي التي تسيطر فيها عدوك من دون قتال. ولينكسون كتاب بعنوان نصر بلا حرب عندما كانوا في مواجهة مع الاتحاد السوفيتي. المهم شهر خرج له بمفرزة صغيرة، لكن الأسود العنسي استطاع أن يقضي عليه وأن يقتله، وسيطر على صنعاء، ووصلت التقارير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ودرسها النبي صلى الله عليه وسلم دراسة جيدة، فرأى أن السيطرة أو القضاء على ثورة أو نبوة الأسود العنسي هذا تكون من مسارين. المسار الأول هو تكوين حركة سرية في اليمن، وأرسل
لتنفيذ هذا الأمر قيس بن هبيرة رضي الله عنه، والأمر الثاني هو اغتيال الأسود العنسي. وفعلا الخطط العسكرية لا تقوم إلا على هذا الأساس. كان من ضمن المعارضين الذين ظلوا أقوياء فيروز الديلمي، وهو من أسرة باذان، رغم أنه قتل مجموعة كبيرة من أسرة باذان هذا الأسود العنسي. فعلم وسيف بن هبيرة أو قيس بن هبيرة كان خبيرا عسكريا لا يقل شأنا عن سوت زون، لكن هؤلاء لم يكلفوا لم يكتبوا خبراتهم العسكرية. فعلم من الشخصية التي يمكن أن يستفيد منها في هذا الموضوع، فوصل إلى فيروز الديلمي وتوصل إليه، وكون هو وإياه حركة سرية. بدأت هذه الحركة السرية تنشط وتتكاثف حتى شعروا أنها أصبحت قوية، أي قادرة أن تملأ الفراغ التشريعي عندما يقتل الأسود العنسي. وتواصل فيروز الديلمي مع ابنة عمه آزاد التي تزوجها الأسود العنسي وكانت كارهة له، وأخبرها بنيته في أن يقوم بتصفية الأسود هذا المدعي للنبوة، واتفقت هي وإياه على الخطة. ولم تكن سوى أنه يصعد، لأنه كان يبيت في حرس شديد جدا وحصن لا يمكن أن يدخله أحد، وفيه حراس كثيرون من المخلصين له، ولم تكن سوى يعني الغرفة التي يسكن فيها يمكن أن يكون اقتحامها، لكن كيف؟ الغرفة عالية جدا. فاتفقت مع فيروز الديلمي على أن تدلي له حبلا يقوم ويصعد عليه، فصعد بالليل عن طريق الحبل، والأسود العنسي كان ينام في غرفة مستقلة لأنه ما كان يأمن من آزاد، كان يتهمها بأنها تكرهه، ولذلك كان وضع لنفسه احتياطات، كان رجلا داهي على كل حال، ووضع أمام الغرفة حارسا. الآن وصل فيروز الديلمي ودخل الغرفة، وانتظروا إلى منتصف الليل، وخرجت هي لتتأكد من وجود الحارس، فوجدته ليس موجودا، فقالت لفيروز الآن نذهب. فذهبوا على أصابع أقدامهم وفتحت الغرفة واطمأنت إلى أنه ثمل، ولذلك كان بعضهم يسميه يعني بذي الخمار، أي لأنه كثير السكر، وبعضهم يسميه بذي الحمار نسبة إلى حماره. المهم فقالت إنه ثمل مخمور، يعني الآن يمكن أن يقتل. فدخل فيروز بقوة ساحقة فضربه ضربة شديدة في الرأس، لكنها لم تقتله، فأصدر صوتا شديدا كالخوار، فاستيقظ الحارس، جاء بسرعة، فوقفت فيروز عند الباب، فقال لها ما لرحمن اليمامة، وكان قد سمى نفسه رحمن اليمامة لأنه يدعي الألوهية، يعني انتقل من النبوة. قالت له صح، الرجل يوحى إليه، نبي الله يوحى إليه. فيعني يمكن السيطرة على هذه العقول التي لا تنطلق من رؤية صحيحة للأشياء.